كيفاش نغير؟ يشكل هذا الإجراء الذي يعتبر جزء من إصلاح حوكمة البنوك العمومية أحد المحاور الرئيسية للإصلاح المصرفي والمالي الذي جاء به برنامج السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي نعكف نحن على التمكين له، لأنه سيمكن بتحسين عمل البنوك العمومية من حيث إعداد الاستراتيجيات وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وذلك بهدف تحسين مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني والشمول المالي، وكذلك من حيث الكفاءة والشفافية.